السلام عليكم وحياكم الله في سفرتنا الرمضانية. اليوم وكل يوم مثل ما عودناكم حضروا كتيبكم الصغير وسووا كتيب كامل أثناء رمضان عشان يفيدكم من بعد رمضان. طبعا اليوم سفرتنا حلوة وأمس أحلى وباكر أحلى وأحلى. ترحب فيكم أم محمد بعدين نقول لكم شنو أطباقنا. حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم مع الويوه الحلوة. مثل ما قالت أم أحمد إن كل يوم نسوي لكم صنف أحسن من الصنف الثاني. إيه نعم. إننا بنطالع طبعًا اليوم عامرة سفرتنا إيه مثل أمس. تتفضل أم أحمد. مثل ما تعودنا إن إيه. الحلو نبدأ فيه نبدأ عشان يبدي يصك إيه؟ بالثلاجة. تفضل. طبعًا حلونا اليوم عبارة عن ترايبل كيك مقاديري كيك من النوع الساندويتش. عندي فواكه مشكلة. عندي بودرة الكستر، عندي جيمر، وعندي فانيليا وشكر وحليب. طبعاً أساس الكستر هي أساسها أصلاً الكستر. الكستر إحنا عودناكم أو أنا عودكم إن كل مقدار كوب من الحليب راح نحط عليه قفشتين من بودرة الكستر. حفظناها بس بعد دائماً نذكر. نذكر صح. لأن اللي غفل واللي ما شاف يكون شايف هذا اثنين، هذا الكوب الثالث يعني ستة بالضبط. نحطهم الله يعطيك العافية. وبعدين نحط ثلاث قفاش من الشكر. هذه قفشة، هذه قفشتين، وهذه القفشة الثالثة. وبعدين نحط مثل ما قلنا كل كوب قفشتين من الكاستر. هذا واحدة. هذا صح. طبعاً الفرق بين الكستر والمحلبية النشا الصفار اللي فيه. لأنه معمول على الفاكهة. طبعاً وايد هذه ثلاث أنا حطيت. هذه الرابعة والخامسة والسادسة لأن أنا أبي ثقيل. هذه السادس. يعني إذا ثقيل نحط اثنين. إذا خفيف. واحد. واحد. كل جسمة على واحد اثنين. اي نعم. البارد انا بطبخهم على ما اطبخهم منيرة تبتدي شغلها لان عندها شيء. قولي يا منيرة اللي بتسوينه. احنا طبعا تعودنا كبة البرقل ايه؟ كبة العيش ايه؟ شباب الربيان ايه؟ لكن حين طبعا تطورنا وقمنا نسوي نغير بالكبب. نغير بالكبب. اليوم أبي أسوي لكم كبة الماش بالكشري. إنزين. أني نطالع شنو مقاديرها ونطالع شنو الحشوة. أوكي. كل كوبين عيش إيه؟ عليها كوب ماش. أوكي. طبعاً إحنا منقعينه وبعدين. عشان كذي منتفش الماش. إيه. أي طبعاً. شو أسوي؟ تشغلين. هذا كوبين. هذا كوبين. كوبين قصدك الكوبين. كوبين الجلاس مول. القياسنا اللي احنا متعودين عليها شيلة العيش. وهذه كوب ونخليها طبعا احنا نكون فاتحين الشولة وحاطين ماي ونخليه يطبخ على ما نقول مقادير عندي الحشوة. اوكي شنو الحين بتطبخينه؟ ايه بخلي بس يطبخ الماي شوية. أوكي. وبعدين اكدت العيش. ايه حطي من المقادير هني يشوفونها. غيبوا مني ما عشان يشوفونا. أنا بعد شوي برجع. يلا. على ما الكسر أنا بحطه على الأكبر. طبعاً أنت مقادير الحشوة على راحتك بس. أي أكيد. أنا أبي أغير شوية اليوم. أي. وأسوي عندي الكبات بالكشري. أي بطالع شنو مقادير. وين بتخلط الحشوة؟ يبلك بعدين. لا إحنا بس نحمرها. آه. إيه. اي عندي كوبين من الكشري، عندي كوب من مسلوق الكشري. الكشري طبعا سالقته. أي. وعندي ربع كوب من الشبنت وربع كوب عندي من الكزبره. واي اطالع شنو هي البهارات اللي ابي احطها. ملعقه صغيره مع الحشو. اي الكركم والفلفل الاسود وعندي الكمون وعندي ملعقتين دبس من دبس الرمان. وطبعا أوكي. الملح ما نقدر ان احنا نستغنى عنه. اي اطالع إيه؟ حطي يمك هني وحسي عشان انا استعين اشوف بس اذا العيش اذا الماي طبخ. اي طبخ. اي طبعا
احاول على قد ما اقدر اني ما اخلي العيش مع الماش زين افوحه ولا... افوحه وبعدين اشخله اي وما اخلي طبعا لين لين على اساس انه يساعدني يساعدني عندي في بالعيان بالتكبب بالتكبب اي بطاله. اذا ما تبين ماش تقدرين تحطين عدس اوكي اي يا ماش يا عدس. اني نطالع الحين نسوي الحشوه لو ايدين تتغسلينها من بودره لأن جدا خطرة يا جماعة. الله يخليكم انتبهوا حق هالشغلة. أنا جدا حريصة على هالشغلة فنبهت محمد مع أنها تدري بهالشيء بس الواحد الذكرى تنفع. جزاك الله خير. أي طبعا أحط عندي الزيت وأبتدي أول شيء بالبصلة خلي طبعا يتحمر شوية على ما نشيل شغلنا. هذه الكبة احنا متعودين عليها ام احمد كبة ايه البرقل وكبة ايه العيش هذه لازم تكون موجودة عندنا وين بالرمضان بالرمضان ما نقدر نستغنى. احنا بنحط لكم اكثر من حلقة كبب في حلقة من الحلقات انا ومنيرة بنسوي كبب بنهد كل هذا وبنسوي لكم كبب. نبتدي عاد الحين اي احط البصل ابد من تسمعين انه طشر يعني ايه اي اخلي شويه. ام احمد تحوس بالحلو وانا بالمالح عشان ابي ابرده بسرعه. احنا قلنا اي خضره ما تحطينها الا اخر شيء علشان ريحتها ما تروح عنها. شوفي ام محمد هني خلصت يا ريت تشوفون شلون الكستر وصل في هالوقت. ابي اجيب علبة جيمر واحدة راح تنحط وياه وتسكر خلاص ثقل. راح احط علبة الجيمر طبعا ماسخة الحلات اللي انا حطيتها تكفي لاني بحط كيك وبحط اشياء وايد وياه. نحركه ما يختلط معي. شوفوا شلون صار شوفوا كستر عجيب وحلو وفعلا لذيذ. بحطه في هذا الصحن الوسيع وبنزل الى ان يبرد. انا ما بيبرد وايد مجرد ما يبرد شويه راح احطه على الطبقه الثانيه اللي عندي. بعد شوي اوريكم الطبقات بالكامل على ما ام محمد تحمس حمستها. اي الحين تحمر البصل ابتدي احط عليه الكشري. الكشري انا كنت طبعا سالقته من اول واخلطه مع البصل واخلي امري خل اشوفه بس شوفي احنا طبعا قلنا ما نبي نخليه يطبخ وايد يبي له شويه. نضيف الحين عليه الملح على ما يتحمر البصل مع الكشري. ملعقة عندي من الملح وأبتدي أخليه يطبخ. أشوف طبعا العيش ما أخليها لا هي يابسة ولا هي لينة إيه عشان أقدر أشخلها. الحين وصلت إلى أوكي بعد يبي لها شوية على ما أحمر البصل. اي ابتدي الحين احط البهارات مثل ما قلنا الكركم الفلفل الاسود عندي الكمون وعندي الملح انا اخاف احط وايد لا كافي اي
واي ابتدي احمر هم بعد مره ثانيه. تبين تسوينها باللحم كيفك، تبينها تسوي يعني على راحتك الحشوه. اي الحشوه على كيفكم، بس على كيفكم. اعتقد ان البصل يرضي الجميع. صح، بس يا ريت تشوفين تاكدي من العيش مو محمد. بعد توني شايفتها، بعد يبي له. لا بعد يبي لها، اي يبي لها شويه نضاي شويه يعني، يعني نص سوى نص على ما نحمس هذا. خلصت الحين انا حطيت البهارات، اي الحين اسكر عليها اي واحط عليها الشبنت. انا لاني قلت الشبنت على اساس انه شنو تو من ساعه انا كان عندي الضغط مرتفع، فام محمد عطتني شبنت وفعلا فتشت عيوني، لتفاخ شويه خاف. الله يجزاك خير. وانا اقول لكم طبعا تقول ام محمد ان عن تجربه الشبنت ينزل الضغط، ينزل وايد وايد ينزل الضغط والسوم. فعلا انا حسيت من ساعه حسيت بدوخه الحمد لله. يلا هالمره مجانا، مره ثانيه بقول فلوس. اي الحين كسبت اجر. اي والله كسبت اجر، هذا اللي نبي احنا. اي والله. اي الحين احط شنو؟ قفشتين الرمان واخلط مرة ثانية، وأروح أشخل عندي الحين عيشي. يعني أقل من 7 دقائق. إي مجرد مايلين. إي بس. أي بروح أشخله. خلني أشخله هني قدام الناس. إن شاء الله. رأيك؟ يلا. خلها أي قهوة. ان شاء الله مني او مني. خل اشيل هذا، بس ديري بالك من حراره الجسم. بسم الله الرحمن الرحيم. اخذي بيز. البيز وين الثاني؟ طبعا اسكر عليه. انت وريتيهم شلون الحين، لاني بعد بحمسه مره ثانيه. خلينا نشوف. اي الحين طبعا هذا اهلنا لازم اي هاللفه يصوتونا اي ويلوطونا. اي ما اقدر شوف خل اكلت العيش. متعلمين احنا. اكلت العيش بعد في شويه منه اي، ونخليه لما يبرد وبعدين نطحنه. لما تطحنينه نحط عليه الملح بس. اني نشوف الحين الحشوه مالتنا. هذه الحشوه مع دبس الرمان. مع دبس الرمان تماسكت. واي ابتدي طبعا اخليها لما تبرد. على ما تبرد انا اصف خلطتي الثانيه.